rendez-vous au DRJ Roumain. صباح الخير عليكم. هذه 8 الصباح مدينة كيبيك. كما عرفتوا تحولنا مؤخرا لهذه المدينة هذه. دابا تقريبا نقدر نقولوا 3 شهور 4 شهور قوالوا الشهر واحد يسالي ما طاح لا الثلج لا والو. سكي بيزار نورمالمون كما كتعرفوا كندا مي ديسمبر يعني فاش كيوصل شهر 12 نص ديال شهر 12 كتبدا القضية تحمض. مي سبحان الله هاد العام هذا تعطل الثلج ديال بصح. ولكن هادي واحد اليومين بداو العواصف الثلجية. واليوم نضرب بكم دويرة خفيفة ظريفة غير باش تشوفوا الدعوة كي دايرة. ما عرفتش واش كيبان لكم الريح وليفي ديال الريح. المهم بغا يبانو لكم الطرقان عامرين بالثلج الناس كيحيدوا في الثلج. وحتى لا سيركيلاسيون صعيبة وصعيبة بزاف. مي فريمون الانسان خصو يرد البال ويتمشى بالمينيموم كما كنقولوا. حتى لي فخا ما كيلعبوش واحد الدور كبير صراحه مع الثلج. الحمد لله ما كاينش لو فيرغلا كما كيقولوا. ما كاينش واحد هذاك الثلج اللي كيزلق بور لانستون. ولكن المهم جاية الايام كما كنقول جاية الايام ديال الثلج. دابا راه تقريبا 8 ونص ديال الصباح تقريبا كلهم خاوين حيت اصلا دابا الحراره هبطات واحد شويه. راه تقريبا موان 15 لو غوسونتي ولا الجو اللي كتحس به راه كتوصل حتى لموان 20. المشكل اللي كاين هو ديال الريح. كاين الثلج ولكن اللي كيزيد يعقد الامور ولا اللي كيزيد يخلي القضيه مبرده وهو الريح. انتما الطريق ابين كتبان لكم حيت مي بويسكي طاح الثلج تقريبا ديما الوغ واخا كيدوزو كتولي القضيه تغطى بحال شي ما درتيه. هذا بزاف ديال الناس غادي يكونوا سمعوا على الفتره ديال الثلج. طبيعه الحال هذه داخله حتى في القانون. قانونيا ضروري عليك انك تبدل الروايد للطوموبيل ماشي بحال البلدان الاخرين. مثلا في المغرب كدير روايد وحدين وطبيعه الحال كدوز بهم العام كامل ما كاينش ان شونجمون. باغ كونط هنا في كندا سورتو في البلايص اللي فيهم ثلج بزاف المهم براتيكمون كندا كلها يكون هذاك لو شونجمون فاش كتوصل لواحد الفتره نورمالمون في الاخر ديال نوفمبر. صراحه على حسب لي بروفانس مي في لا بروفانس ديال كيبيك دايرين جوبونس دايرين الاول ديال نوفمبر حتى الاخر ديال مارس اوبليغاتوار دير الروايد ديال الشتاء. الفرق اللي كيكون ما بين الروايد ديال الشتاء والروايد العاديين وهو ان الروايد الشتاء بطبيعه الحال كيكونوا على ما كيقولوا مخدومين بطريقه مختلفه باش كومسا تقدر اول حاجه تريزيستي ولا تقاوم هذاك البرد القبيح حيت الروايد العاديين يقدروا ما يقاوموش. وثاني حاجه باش كيقاوموا حتى الانزلاق يعني باش لك تدير الروايد ديال الثلج طوموبيلك ما غاديش تزلق بزاف حيت بعض المرات سي فغي كتكون لا ديفيكولتي حتى في لي فران باش كتبغي تشد الفران ما كتبغيش الطوموبيل توقف. مي الروايد ديال الثلج ابارامون كيعاونوا شويه. المهم جو سي هادي مده طويله ما حطيت لكم شي فيديو راكم عارفين يلا الانسان كيت انستالا يلا كيولف مدينة جديدة. اي اون بليس مع هادشي اللي واقع دابا في العالم راكم عارفين سورتو داكشي اللي واقع في الشرق الاوسط. صراحة الانسان كيتخربقوا ليه الوراق كما كنقولوا وكتولي كتفكر كتقول واش هاد الكونتوني اللي كندير واش سافو لا بين زعما واش بعدا هادي وقتو. صراحة واخا هكاك هاد لا بوز اللي درت خلاتني نفكر في هاد في الموضوع ديال الهجرة الكندا بشكل خاص والهجرة يعني بشكل عام. واش مع هادشي اللي واقع في الشرق الاوسط وكيفاش العالم الغربي الرسمي بطبيعه الحال كيتعامل مع هاد النوع ديال الاحداث وكيتعامل مع سورتو الجاليه المسلمه والجاليه العربيه واش مازال كننصح الناس انهم يخوا البلاد ولا لا. صراحه هذا سؤال كبير
وفيديوهات سابقة سيفغي حاولت نطرق الموضوع بواحد الشكل أو بآخر. الجواب زعما باختصار وفي رأيي الشخصي كنظن الهجرة مازال تقدر تكون فكرة مزيانة على الرغم من هذا الشيء اللي واقع. علاش؟ بكل بساطة حيت إلا كنتي كتسنى زعما الوقيته المناسبة باش تقدر تخوي البلاد، بوتيتغ ما عمر هاد الوقيته المناسبة تجي. يعني ديما غادي تلقى مبررات اللي تقدر تخليك ولا تدفعك انك تفكر وتقول لا لا بلاش، ما عندي ما ندير بديك، ما عندي ما ندير بديك البلاد، ما عندي ما ندير بهاد الهجرة وبانني نمشي نتغرب وديك شي. هادي من ناحية. من ناحية اخرى علاش مزيان تهاجر؟ حيت القضية ديال الهجرة كتلعب واحد الدور كبير في البناء ديال الجالية، ديال الجالية كما بغات تكون، الجالية عربية ولا جالية مسلمة ولا جالية من الجاليات الاخرى. كتبني القوة ديال ديك الجالية وكتخلي عندها واحد الصوت، وهاد المسألة بزاف ديال الناس غادي يكونوا ردوا ليها البال. فاش كتمشي شي دولة وكتلقى فيها مثلا واحد الجالية معينة عندها واحد عدد كبير من الساكنة، كيكون عندهم واحد الصوت. علاش؟ بحكم الانتخابات بطبيعة الحال. كتلقى بأن إذا كانت واحد الجالية كبيرة بزاف في واحد البلد معين، في لي ديسيزيون ولا في القرارات يا السياسية يا الاقتصادية يا أي نوع كما بغى يكون، كيكون عندها واحد الصوت. حيت سينو إلا ما درتيش ليهم داكشي اللي بغاو هما، بوتيتغ ما غايصوتوش عليك. لهذا كل ما كبرات الجالية العربية والجالية المسلمة في العالم الغربي بصفة عامة، كل ما كان أحسن. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى باش كذلك ينقلوا الصورة الحقيقية على العرب وعلى المسلمين بصفة عامة. يعني ما تخليش واحد خور اللي ماشي من ثقافته ماشي من الدين ديالو يهضر لك على الدين ديالك ولا يدافع عليه. هذه من ناحية. ناحية أخرى كاين واحد لو بوان حتى هو مهم ومهم جدا اللي كيخص الهجرة، وأنا في اعتقادي كاينين واحد ثلاثة ديال لي فولي فيه. أول فولي كيخص القضية ديال الفلوس. طبعا الحال ميزا باغ الا كان عندك كونطرا طرافاي هذيك حاجه اخرى. الا عندك كونطرا طرافاي كتجي والدوله الكنديه ولا وزاره الهجره الكنديه ما كتفرضش عليك انه يكون عندك واحد لي فون ولا واحد المبلغ كما كنقولوا باش تقدر تصرف على راسك. بكل بساطه حيت ديجا عندك اون فخدون بلوا، يعني غادي تجي وانت راك واجد كما كنقولوا، يعني غتبدا الخدمه غتولي تصرف على راسك. باغ كونطرا الا كنتي جاي في اطار هجره، هذه المساله هذه كتطلب مصاريف كثيره. اللي خصكم تعرفوا ان القضيه ديال المصاريف كتختلف باختلاف السنوات. كل عام الدوله الكنديه كدير واحد لا ميزا جوغ ولا واحد التحيين ولا واحد الابديت ديال لي فون اللي محتاجه ولا لي فون اللي كتطلب من الناس اللي جايين في اطار هجره. بكل بساطه علاش؟ حيت هاد القضيه ديال لي فون كيتبدلوا بتطور الوقت والتطور ديال المستوى المعيشه. طبعا الحال المستوى المعيشه ديال 2020 ماشي هو 21 ماشي 22 ماشي 23، لهذا ديما كدار لا ميزا جوغ. هذه من الناحيه الاولى. يعني بالنسبه للناس اللي كيفكروا انهم يهاجروا وما كانش عندهم ديك الثقافه ديال التوفير وانه يجمع ايتترا، القضيه ممكن تخلق واحد شويه ديال المشاكل، خصوصا فاش كتشوف انت لا سوم اللي كتطلب يعني الوزاره ديال الهجره الكنديه الناس اللي جايين في اطار هجره، كتقول او هاد لا سوم كلها طالبينها. مي ديك لا سوم ماشي كيديوها لك، هذه غير التوضيح، ما كيديوش لك ديك الفلوس. او كونترير هذوك الفلوس كتجيبهم معاك باش تقدر تصرف على راسك في ديك الستة اشهر الاولى، على ما انك تلقى الخدمه، على ما انك تانستالا، على ما انك يعني تعرف الامور كي غاديه في هذه البلاد. حيت كتكون شويه صعيبه انه من السيمانه الاولى تبدا تقلب على خدمه. سي بوسيبل، مي هما كيديروا ديك ليستيماسيون كيقولوا غالبا الانسان اللي كيكون جاي هجره كياخذ شويه الوقت باش يتانستالا، وممكن في الاول ما يلقاش خدمه ايتترا، لهذا كيطلبوا منك ديك لاسوم تكون عندك. هذا واحد لو بوين اللي مهم ومهم جدا واللي كيلعب دور في الهجره الكنديه اون جينيرال. يعني ميزا باغ لو بوين اللي هضرنا عليه توتالور، واش الهجره لكندا تستاهل في 2024 بحكم المشاكل اللي وقعت في العالم، بحكم الظروف الاقتصاديه ديال العالم ايتترا، واش تستاهل ولا ما تستاهلش. هذا بوان اخر اللي كيخص واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كيفكروا يخوا البلاد حيت باغيين يخوا البلاد.
هذا العامل الاول. العامل الثاني ميزا باغ الفلوس وهي القضيه ديال ليكسبيريونس ولا التجربه العمليه. هذا عامل مهم ومهم جدا. بزاف ديال الناس كيغفلوا عليه, كيقولوا وا صافي ماشي مشكل غادي نمشي تما ويحل الله. مزيان انك دير واحد البحث على الدومين اللي انت خدام فيه, واش مطلوب في كندا ولا ما مطلوبش. الا كان مطلوب لي شانس ديال انك تلقى الخدمه في الدومين ديالك كيكونوا كبار. طبعا الحال ميزا باغ واحد ليميتي اللي كيكونوا نقدروا نقولوا ريغلومونتي يعني مقننه, خصوصا ليميتي اللي عندهم علاقه بالصحه, مثلا التمريض, الطب, المحاماه, اي حاجه عندها علاقه ب يعني ب مش غادي نقول لكم بالصحه ديال الانسان وبالقانون اون جينيرال. مثلا الا بغيتي تكون محامي, الا بغيتي تكون مثلا مهندس, كاين بعض ليميتي كي سون ريغلومونتي كما كنقولوا. غير هذا الشيء, الا كان الميتي ديالك مطلوب في كندا فمبروك عليك, يعني حظوظ عندك كبيره انك تجي وتلقى خدمه يعني رابيدمون وما تلقاش المشاكل. بعض المرات كتضطر انك تمشي دير واحد لا ميزاجور ديال لو سافوار ديالك, خصوصا في ليميتي ريغلومونتي. مي اون جينيرال الا كان الميتي ديالك مطلوب راه عندك فرص كبيره انك تجي لكندا وتانستالا وتلقى خدمه. سينو الا ما كانتش خدمتك مطلوبه بزاف, هنا كيكونوا بعض المشاكل. علاش؟ بكل بساطه فاش كتجي سوبوزو مثلا انت عندك ما عرفتش شي دومين اللي ما مطلوبش هنا في كندا, غالبا في الاول كتلقى بعض المشاكل باش تلقى خدمه في الدومين ديالك, وهاد المساله هذه كتخليك ولا كتدفعك انك تخدم فاش ما عطى الله كما كنقولوا. هذه من بين لي ستيريوتيب ولا من بين الافكار يعني المسبقه على الخدمه هنا في كندا. كتسمعوا مثلا كيقول لك وا كان طبيب في البلاد ديالو ودابا جاي كيسوق فهمتيني تاكسي ولا كيدير اوبر ولا خدام في ريستورون فهمتيني. علاش؟ بكل بساطه حيت كما قلت لكم بعض لي ميتي ما كيكونوش مطلوبين, وبعض لي ميتي كيكونوا ريغلومونتي وكيطلبوا منك انك تمشي تعاود القرايه وتمشي دير لا ميزاجور ديال المعارف ديالك. وبزاف ديال الناس كيعكزوا ولا كيقول وا صافي بلاش ولا كيبدا يتمعكز ايتترا. يعني كيكونوا بعد الظروف اللي كتخلي بزاف ديال الناس ما يطوروش من المستوى ديالهم وما يبقاوش مثلا في الدومين ديالهم ويزيدوا القدام به. هذا بوان مهم ومهم جدا في لو شوا ولا في انك تختار وتقرر انك تجي لكندا ولا لا. هذا هو لو دوزيام بوان اللي مهم. وكاين واحد لو بوان اخر حتى هو انا في اعتقادي مهم ومهم بزاف, وهو القضيه انك باغي تهاجر حيت انت مقتنع بهذه البلاد وصافي, ما عندكش مشكل انك تبدا ازيرو كما كيقولوا. ما عندكش واخا ما عندكش خدمه اللي مطلوبه مثلا في كندا كتقول لا انا غادي نمشي اخويا حيت عاجبني حوايج اخرى في كندا. من بين الحوايج الاخرين اللي ممكن يدفعوا الانسان انه يهاجر لكندا, وهي القضيه ديال غادي نقول لكم لو نيفو دو في لا بغينا نقولوا مستوى المعيشه والظروف ديال المعيشه اون جينيرال. حيت ممكن مثلا تقدر تجي لكندا تكون خدام واحد الخدمه اللي عاديه, يعني ماشي زعما شي خدمه في ان نيفو طالع, خدمه دو دونتري دغام كما كنقولوا, يعني خدمه بسيطه بالمينيموم ويج مثلا, يعني بالدخل ولا بالدخل الادنى. ولكن الظروف ديال العمل بعض المرات هما اللي كيخليوك انك تعيش مرتاح وتعيش سعيد كما كنقول. ممكن ما تكونش خدام احسن خدمه ولا الخدمه ديال الاحلام ديالك, ولكن الظروف اللي ممكن كتوفرهم كندا وبعض الدول الغربيه كينسيوك في هذاك الشيء, كينسيوك بانك راك خدام واحد الخدمه اللي ناقصه زعما في لو نيفو الا بغينا نقول اونط بارونتيز. لهذا هذا لو بوين هذا مهم ومهم جدا. بزاف الناس كيغفلوا عليه, كيقول ايوا صافي ما عنديش انا مشكل فهمتيني, انني نخدم خدمه زعما ناقصه. اللي مهم عندي هو انني نكون مرتاح في بالي ولقى الناس اللي يحترموني في اطار العمل ولقى الناس اللي ظريفين كيتعاملوا زوين ايتترا ايتترا. يعني هادو من الحوايج اللي الانسان ما خصوش يغفل عليهم. المهم هذا الموضوع صراحه انا من المواضيع اللي كيهمني نهضر فيها بزاف, ولكن انا في اعتقادي الخاص القضيه ديال الهجره خصوصا لكندا, بحكم كنهضروا حنا على كندا, كاين بزاف ديال المعايير ولا لي كريتير الا بغينا نقولوا اللي كيحددوا واش لو شوا ولا لا ديسيزيون ديال الهجره يعني ديسيزيون مزيانه وقرار مزيان ولا لا. يعني هذا الموضوع هذا صراحه انا كيجيني موضوع مهم جدا وفيه بزاف ما يتقال, كل مره كنحاول نطرق لواحد لاسبي ولا واحد الجانب منه.